إني أتوجه بأحر التعازي إلى عائلة أم سيمير في الغدر بابنهم الذي قتل غيلة وعدوانا وخيانة من قبل جماعة عصابات حفتر من ترهونة، وكان ذلك بعد أن أعطوه الأمان، فهذا حتى اليهود لا يفعلونه. هؤلاء يسمون أنفسهم مسلمين، بالله ماذا بقي لهم من الإسلام؟ يعني يعطون الأمان لشخص ليتفاوضوا معه على حقن الدماء وعلى المصالحة، ثم يجرونه ويستدرجونه ويقتلونه غيلة. وقتل الغيلة هو أشد أنواع القتل عقابا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله يقول: هو لون من ألوان الحرابة لا يقبل فيه عفو ولا صفح. يعني مثل الحرابة، إذا كان إنسان مسك ناس محاربين قبل أن يأتوا تائبين فلا تقبل منهم توبة. فكذلك الذي يقتل غيلة مثل هؤلاء الظلمة الفجر الفسقة، حتى لو عفى عنهم أهل القتيل لا يقبل عفو فيهم. الله تبارك وتعالى يقول في قتل عمد: فمن تصدق به فهو كفارة له، يرغب الناس في أن يتصدق ويعفو. لكن الإمام مالك رحمه الله يقول هذا في غير الغيلة، أما قتل الغيلة فليس فيه عفو. يقول: حتى لو عفا أهل القتيل فإن القاتل يقتل، حتى ما عفو يقتل سياسة، وذلك لشدة إجرام هذا الفعل. ومثله الذي يقول فيه عمر رضي الله عنه: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الشهداء، ويتقبل إخوانه ممن قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن وتلبية لواجب النفير، وأن يشفي جرحاهم ويعوض أهله فيه خيرا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.